هي نفس الموضوع اللي فيه الاستاذ صلاح؟ لا، هنا احنا متخصصين في البحوث الضريه المتعلقه بالضرايب العامه. بالضرايب العامه. الضرايب العامه. القطاع البحوث والاتفاقيات الدوليه، احنا عندنا طبعا 64 اتفاقيه دوليه مع من ضمن 180 دوله. طبعا القطاع البحوث هو يعني موضوع الازدواج الضريبي بين الدول ده عند حضرتك موجود عندنا، نقطه مهمه جدا موجود عندنا في قطاع البحوث والاتفاقيات الدوليه. بنلاقي بنبدا كبحوث برضه نفس الكلام اضافه للدكتور الاستاذ صلاح، ان انا بدرس المشكلات الضريبيه اللي موجوده على مستوى الساحه، وبعمل بها مذكره اعداد مذكره بتوصيه باصدار كتاب دوري لتوحيد المعامله الضريبيه على مستوى قطاعات المصلحه كلها. تمام. برضه نفس المشاكل، لو في مشكله في التنفيذ بتعد برضه مذكره تنفيذيه وتعرض على رئيس المصلحه. يعني حضرتك بتقول لي انه قد يرد ان تكون هناك ماموريه تنفذ فلسفه ضريبيه معينه بالخطا واخر بالخطا تفسير خاطئ لماده، فلازم بنا منوط انا بالدراسه ان انا بصدر كتاب دوري لتوحيد المعامله الضريبيه على مستوى القطاعات حتى تتساوى العداله الاجتماعيه. ده بقى حضرتك بيجي لك بناء على شكوى بقى من خلال الشكاوى اللي بتصدر لقطاع البحوث. طبعا القطاع البحوث بيجي له المشكلات المتعلقه بتفسير مواد القانون من خلال التنفيذ. تمام. هبتدي بالموضوع اللي حضرتك قلته، موضوع ازدواج الضريبه بين الدول. لو انا عندي مكتب في فرنسا اديت محاضره مثلا وكسبت فلوس ودفعت عليها ضريبه هناك، لما اجي هنا مصر الموضوع ملوش علاقه، بدفع ضريبه هنا في مصر. تمام. احنا هنبدا طيب في الجزئيه دي بالذات، لو انا بتكلم عليها هنا تختلف المعامله. لو انت حضرتك بتشتغل موظف دي علاقه منفصله. طيب. لو بتشتغل مهني او بتشتغل تجاري. لو انا بشتغل مهني ومركزك الرئيسي في مصر، هحاسبك عن الايراد المحقق بالخارج وشيء واستبعد لك الضريبه المسدده بالخارج من خلال الضريبه المستحقه، لان انا عندي مبدا هنا انا بفرض الضريبه بمبدئين. يا فندم كسبنا 1000 يورو بره. تمام. دفعنا عليها 200 يبقى لي 800 حقي. هاجي هنا اقول لك كسبنا 1000 يورو ودفعنا عليها 200 تحاسبني على 800؟ احاسبك على ال 1000 جنيه حضرتك. ال 1000 يورو اذا كان مركزك الرئيسي في مصر لازم. طب والضريبه اللي دفعتها هناك؟ ما انا هكمل ساعتها. اتفضل. واوصل بعد ما احط الايرادات ال 1000 يورو هحولهم للجنيه المصري بالعمله حسب السعر اللي موجود وقت المعامله. واحسب الوعاء كله واطلع الضريبه، وبعد كده اجي اخصم الضريبه الاجنبيه المسدده في الخارج بمعادله. بمعادله بعد. طب ما تكمل المثال بتاع ال 1000 يورو عشان نفهم. ما هو ماشي، ال 1000 يورو مثلا هنقول هو في مصر اقل حاجه، في بره لو سعر الضريبه 200 يورو، 200 على 1000 هتدفع 200. طب ما هو ال 1000 هنا لو قول ان ال 1000 ب 20000 جنيه. ب 20000 جنيه. الضريبه عندي هنا لو انا بوصل ل 22000 ل 22.5 هيبقى ال 20000 عليها 4000 وايه؟ و500. دفعنا منهم جزء في فرنسا. الجزء في فرنسا بسعر التحويل برضه نفس الكلام. يبقى ال 2.5% دول ادفعهم هنا. ادفعهم هنا.